اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك قال إن تسألوا منا فإنا نسأل منكم كما تسألون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في محزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل